الكتاب كان محاولة أنه نوثق مجموعة أحداث عشتها أنا من ثورة 14 جانفي، واللي فيها حاولت أنه نعمل الآن تخفايدو ميموار ذاكرة، لأنه ذكرت فيها كل الأعمال اللي قاموا بها مواطنين عاديين كيفي اللي عمرهم ما عملوا سياسة قبل، الأغلبية نتاعهم، واللي هما قاعدين وراء الستار في المجتمع المدني، قاعدين هما اللي يخدموا، هما اللي يحضروا، هما اللي يتعبوا، ضحاوا، قاعدين يضحيوا. معناه اللي يشوف التحركات نتاع المجتمع المدني والتنسيق والمظاهرات والندوات يعتبرها حاجة سهلة، لكن وراء هذاك ثم تحذير كبير، ثم ناس قاعدة تضحي، ثم ناس قاعدة تخدم ليل ونهار. حبيت نعمل جلوغون أوماج، معناها نقول يمكن في التاريخ بعد عامين ثلاثة ما عادش يتفكرهم حتى حد، ومن الضروري أنه اليوم نوثقوا الشيء هذايا، لأنه خاصة بالنسبة للنساء التاريخ قليل وين يذكر ويأرخ عمل النسائي في السياسة. والاقتراح هو معناها باش نكون صريحة، الاقتراح جاء من عند فاليري أغمان اللي هي صحفية فرنسية تلاقيت أنا وياها بالصدفة، وكنا في دردشة وقعدت نحكي لها احنا كيفاش قاعدين نخدموا في المجتمع المدني، تحركات نسائية، تحركات الكل معناها اللي قاعدة تصير واللي نجمنا نعملوه. وقت اقترحت عليا قالت لي شنو رايك انه نوثقوا هذايا، وقمنا بعمل توثيقي من الاول تسجيل، كانت على مده 3 أسابيع تسجيل مده معناها 12 ساعه في اليوم، نسجلوا ومن بعد بدات عمليه الكتابه وفليغي تكتب في شكل تقريبا وكانه قصه. انا توك قريته مكتوبه بطريقه ممتازه الحق، يعني وكانه قصه قاعدين نحكيه على بالضبط وعلى دليل بن مبارك مصدق منذ البدايه. زاد جوست حتى ترجع فيه حتى صغرك توا انت هذايا الكتاب، لانه انا عشت الثوره بطريقه عاطفيه كبيره، ما عشتهاش بطريقه سياسيه. الثوره ساعه حيرت فيا مشاعر انا كنت نسخايلها ميتة فيا، اللي هو الاهتمام بالشان العام كل ما هو سياسي. يعني حتى في قبل الثوره كنت عندي بعض الاهتمامات، خدمت شويه مع اللوجات، خدمت شويه مع النساء الديمقراطيات، لكن ما كانش انجاجمون مسترسل وقار. اي على خاطر نتذكروا زاد مدام صدق اللي ابوك هو عز الدين الحزقي، اللي هو كان ترشح في وقت من الاوقات الانتخابات الرئاسيه ضد بن علي بالضبط. وصارت لكم ليه وليكم من وقتها وقبل حتى وقتها، بما انه كان في بيرسبكتيف كيف اليساريه، صارت لكم مشاكل في العائله على طول السنوات هذيك الكل. خوك يمكن هو المعروف اليوم اعلاميا جوهر مبارك، مي الجريبي تحكي عليها في الكتاب كانت تقعد في قهوه لاغروت اللي هي نتاع والدك في صفاقس. يعني العائله تقريبا والمحيط اللي كنت فيه كان غرق شويه في السياسه، لكن انت اخترت انك تبعد من السياسه، شنو يرجعك للسياسه؟ هو راهو الانسان كيف يعيش في عائله سياسيه ومناضله. انا الوالد شرط في الحبس عمري 3 سنين، خرج من الحبس انا عمري 9 سنين. ذكرياتي الطفوله الكل مع الوالد نتاعي في برج الرومي. شفت الوالده عانات وقاسات ياسر باش قراتنا انا وجوهر، باش وصلتنا، باش كبرتنا، عانات ياسر المده هذيك. كونت من غير ما نشعر رده فعل، وهذا تفطنت به من بعد. يعني انا صغيره ما كنتش قريت له حساب، كيما الحساسيه شويه من كل ما هو سياسي، قلت شوف قداش من عائله تشردت وقداش من عائله دمرت وفي الاخر ما نجموا يعملوا حتى شيء. الثوره صالحتني مع الماضي هذايا، ظهرت لي وانه النضالات اللي قام بها الوالد وزملائه ورفاقه في السبعينات في اخر التحليل مهدت الى فكر كامل قعد ما ماتش وقعد في الـ في الـ في الـ في الـ الوعي العام، يعني او اللاوعي العام، وخرج. الثوره هي اللي رجعت لك الافتخار والقدره، ونقول وانه التوانسه فينالمون كيف يتحركوا ينجموا يعملوا حاجه. لانه رجعت للسياسه ورجعت بمانيفيست 20 مارس وبدستورنا بالضبط. لكن عنوان الكتاب دليله مصدق جو بخوندغي لي زارم سيل لو فو، باش نهز السلاح اذا كان لزم الامر. ضد شكون باش تهز السلاح؟ شو معناها باش تهز السلاح؟ رغم اللي انا الحق ما فهمتش برشا الربط ما بينات العنوان والكتاب كيف قريت. بالضبط، لانه الكتاب ما يحكيش في حتى موضع من موضوعه على السلاح ولا هو رساله عنف، بالعكس. معناها احنا في الكتاب حبيت نعطي رساله امل، انه التحرك المدني والمواطني ينجم يكون عنده مفعول قوي ياسر في السياسي. نوضحوا انه دور النشر
في فرنسا وفي اوروبا كلها كيف تصحح معها العقد نتاع النشر تشرط عليك وانه العنوان هي اللي تحدده هي اللي تعطي لها معناها لوتور الكاتب ما عنده حتى سلطه اشراف او سلطه قرار في اختيار العنوان. اذا العنوان اخترته دار النشر لا بريس دو لا رينيسانس. انا من الاول كان عندي بعض التحفظ عليه العنوان ما عجبنيش ياسر وخفت انه تكون عنده رده فعل سلبيه، لكن بعد نقاش مع المديره تاع دار النشر اقتنعت وانه المقصود خاصه باللغه الفرنسيه لانه كلمه ليزارم باللغه الفرنسيه ما تعنيش بالضروره ليزارم افو يعني مش سلاح، تنجم تكون القلم والتفكير والنضال الميداني التضحيات اللي تقوم بها كل هذيك أسلحة تنجم أنت ترفعها كمجتمع مدني باش تدافع على مطالبك وحقوقك، معناها مش بالضرورة أنه سلاح واحد سلاح ناري. اليوم مواصلة في لونجاجمون نتاعك. وحاجة أخرى العنوان يبين إلى أي مدى وهذا ينجم يعكس شعوري حقيقي إلى مدى أنا معناها شاده صحيح في الكومبا هذايا معناها جو سوي بريت الي جوسكو بو دون سي دون سي سونس معناها مستعده نمشي للاخر ونكمل النضال نتاعي لانه كيما ترينو خذيته ما عادش في كلمه ضد شكون النضال نتاعك اليوم؟ ماهوش ضد شخص ماهوش ضد ماهوش ضد حزب، النضال نتاع المجتمع المدني اللي انا منخرطه فيه ونخدم فيه في ضمن شبكه دستورنا هو نضال ضد رجوع الديكتاتوريه مهما كان نوعها، ديكتاتوريه دينيه او ديكتاتوريه بايديولوجيا اخرى، احنا نضالنا باش اليوم ناسسوا للمجتمع ديمقراطي حر، مجتمع يمكن كل شخص تونسي انه يعيش بطريقه محترمه و واضح لله، دليل من مبارك مصدق مع فاليري يورمان خرجونا جو بروندري لي زارم سيل لو فو تونيزي مون كومبا بور لا ليبرتي في البريس دو لا رينيسانس. من هنا لاخر الشهر يكون موجود في تونس سومو 17 نورو وان شاء الله فما سوم للتوانسه من هنا لوقتها. شكرا لك جوستومون شكرا لك على حضورك معنا. كتاب على كل حال انا انصحكم به لانه فيه تجربه فريده من نوعها لناشطه سياسيه تونسيه. شكرا لك على حضورك مدام مصدق.